ماذا يفهم من تصعيد التيار الصدري لخطابه خاصة من قبل قادة بارزين في التيار وآخرهم دعوة مدير مكتب بشير الصدر في بغداد الجابري لأنصار التيار للجهوزية والاستعداد؟ نعم، شكرا لكما وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. من الواضح ان هذا التصعيد كما اسميته وما سمعناه من بيانات او تغريدات هو انسجام او تجسيد لما صدر عن السيد مقلد الصدر امس مساء عندما بين اسبابا اخرى لقرار انسحابه وانسحاب كتلته البرلمانيه التي هي الفائزه الاولى في البرلمان، ومعظمها غير ما ذكرت في الأسباب الأولى. منها مثلا هو كان قد قال أنني لا أريد المشاركة الفاسدين، بينما أمس قال أن قراره هو ليس هكذا وإنما هو تسليم الإرادة للشعب وإن غدا لناظره قريب. هذه ممكن أن تفسر على أقل تقدير بصرف النظر عن أي تصعيد وما يمكن أن يحصل في هذا التصعيد، سواء كان على مستوى مظاهرات أو اعتصامات أو سواها. ممكن يفهم على الأقل من الناحية السياسية، ممكن أن ترجمه إلى جواب سياسي، وهو أنه دعوة لحل البرلمان، بحيث المعروف أن الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي الحل الوحيد الآن المتاح هو حل البرلمان من أجل إعادة الانتخابات، وبالتالي الشعب هو من يقرر من الذي سيكون هو محور الحكومة القادمة في حال أعيدة الانتخابات. طبعا إعادة الانتخابات إذا ما جرى الأمر لا يمكن أن تحصل بين عشية وضحاها، هذا يعني استمرار الحكومة الحالية لفترة زمنية معينة قد تطول إلى سنة، ومن ثم تجرى الانتخابات في ضوء إما تعديل القانون الحالي الذي هو أيضا مثار جدل أو ضمن القانون. فالقضية في كل الأحوال هي معقدة، لأننا لا ندري ما المقصود بهذا التصعيد الحقيقة إلا إذا فهمناه سياسيا على أن الشعب مصدر السلطات، وبالتالي الشعب عندما يقرر فقرار الشعب طالما نحن بلد ديمقراطي لا يمكن أن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، وهذا يعني حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة. نعم.